الست اللي عندها 30 سنه او 35 سنه تعلميها ازاي باليه او جمباز؟ يعني هي زي الصغيرين بالظبط بالنسبه لي، هي بتبقى ترايل كده، فهي عايزه دي اول حاجه، هي كبيره فهي فاهمه هي تشتغل على ايه، هي تشتغل على عضلاتها، تشتغل على جسمها، تشتغل على المرونه. الكبار بيبقوا مستوعبين كل حاجه، ففي اختيار من الاثنين، يا هستوعب الصعوبه وهكمل يا اما صعب فانا مش قده. بس بيحصل كتير قوي انه بيبقوا ده حلم حد من وهو صغير، كانش عنده التشانس خالص، فلما كبر اول لما جات له او ما جات لها الفرصه بتروح تتعلم. هل لازم تبقى الست اللي بتتعلم باليه او جمباز عندها ليونه؟ هو لازم بس في ساعات تبقى مرحله قليله، يعني الليونه ضعيفه فاحنا بقى بنشتغل على ده، في جسم بيستجيب بطيء، في جسم بيستجيب بسرعه، بتأهليها يعني لده ازاي؟ معلش يا نرمين، عايزه اعرف. بنقسم الكلاس لسكشنز، السكشن الاساسي بقى اللي هو ببتدي اشتغل فيه على التكنيك وافهمها ايه الباليه وايه التكنيك بتاع الباليه وهندرس ايه، وبنقسم في البدايه نص الكلاس تقريبا نشتغل على المرونه وتقويه العضلات، وطبعا في توافق عضلي عصبي، بس بنعمل ستريس جامد على المرونه بتاعت الجسم، الحوض والظهر كل حاجه. اول لما تلاقيها جاهزه تبتدي تدخليها في فيس 2 او الجزء الثاني بتاع العملي، صح كده انا فاهمه صح؟ بالظبط، اول ما بلاقيها كل حاجه بتزيد جرادولي كده مع الوقت، بزود انا عليها في التكنيك اللي هو بقى اللي احنا بدأناه على خفيف، اللي هو يلا بقى نبدا بقى فعلا نتعلم باليه او جمباز، نشد بقى شويه. الاسهل لواحده في سني ما عندهاش ليونه، مفيش ليونه يا مدام خالص، جمباز ولا باليه؟ باليه الاسهل، مش يعني مش مستحيل بس الاسهل. ليه؟ لانه الجمباز عنف شويه والحركات فيها شقلبه وفيها بيقف على ايدي. عايزه اقف على طراطيف صوابعي، هل ممكن في يوم من الايام اوصل ان انا اقف على طراطيف صوابعي؟ طبعا ينفع، طبعا ينفع. حتى لو ست عندها ديسكو ولومباج وعلى مشاكل في بنمشي بالراحه وبنظبط كل حاجة، ولو في أي وجعة أو حاجة بتظهر بنظبط ده بقى مع دكتور، يعني مع الدكتور بس كله ينفع، يعني ما فيش ما ينفعش. سمور